للقداس من مزامير أبينا داود النبي، يدخلن للملك عزارة في إسرها، جميع صاحباتها له يقدمن، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن إلى هيكل الملك. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمن، ففي منتصف الليل صار صراخ: هوذا العريس قد أقبل، فقمنا واخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولا كنا، فالأحرى أن تذهبن إلى الباعة وابتعن لكن. فلما ذهبن ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة، والمجد لله دائماً.